برجر برجر برجر. دورت على مطاعم برجر كتير ولقيت واحد اسمه امريكان هاوس. بصراحة عندهم البرجر بيتعمل بطريقة حلوة قوي. مبدئيا كده المنتجات اللي عندهم كلها فريش، وعشان كده ده اللي خلاني اجرب كل الساندوتش اللي عندهم. جربت النهاردة اكتر من ساندوتش، السلايدر طبعا ده حبيبي. المهم المطعم ده موجود في السلمية في شارع سالم مبارك، قدام على طول فندق سيمفوني ستايل، يعني المكان ما يتوهش. المكان فيه قاعدة داخلية زي ما انتم شايفين، وكمان عنده قاعدة خارجية، اللحوم المستخدمة كل حاجة مكتوبة قدامك يا معلم. المطعم بصراحة كديكور وكشكل والناس اللي كمان بيشتغلوا فيه كلهم متعاونين، يعني اي حاجة انت عايزها هيجيبوها لك على طول. دي القاعدة الخارجية اللي عندهم وجوه المول، يعني تقدروا تروحوا مع اولادكم او تقدروا تروحوا لوحدكم. عندهم كمان جنب بسيط كده بيعملوا فيه الحفلات الصغيرة واعياد الميلاد. يلا بينا نتفرج على اللي عندهم. يلا بينا. الله 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 الله، لا ده الموضوع دخل في الجد. سلايدر تشيكن وبيف، وبينزل معاه فرنش فرايز، حاجة كده محترمة. وكمان في حاجة اسمها ديبينج فرايز، ودي بقى بالهالبين وبالجبنة، وسلطة ميامي، وطبعا ساندويتش امريكان كلاسيك، وكان باللحم. نجرب بقى نقول بسم الله. اول حاجة كانت معانا امريكان بيف، وده كان كلاسيك، وبينزل معاه طبعا البطاطا الويديكز اللي انت شايفينها، وطعمها كان هايل. الساندويتش كان متغرق صوص، وانا بحب صوص جدا، فعشان كده كل شويه اجرب صوص من انواع الصوص الموجوده جنبي. السيرفيس بتاعهم بصراحه هايل، بيوفروا لك كل انواع الصوص، ودي حاجه نادره جدا في بعض المطاعم اللي بتوفر صوص الهاني ماستر والباربيكيو والدايناميت وكمان التشيز، بخلاف طبعا كميه الجبنه اللي انتوا شايفينها متغرقه على كل انواع البطاطا اللي قدامكم. طبق السلطه ده انا خليته للاخر لانه بصراحه كان عليه صوص، وهقول لكم ايه سر الصوص ده في النهايه. يلا بينا نجرب بقى السندوتش. القرمشه كلها بقى في الساندوتش ده واللي بعده واللي قبله. قطعه الدكاك هي اللي كانت بصراحه مسيطره في الموضوع، القرمشه بتاعتها كانت حكايه. وطبعا الصوصات مش عايز اقول لكم، لازم تتوصوا فيها شويه. الهالبينو عندهم كمان مع التشيز حلو قوي، ولما تجربوا معاه الفرايز بكل انواعه. السلطه بقى كانت قصتها قصه، طعمها كان حلو قوي، وكمان السلطه لما تكون فريش تقدروا تخلصوها للنهايه. هسيبكم بقى تكملوا واستمتع انا بالاكل. اوعوا تنسوا امريكان هاوس موجود في السلمية شارع سالم مبارك. سلام.
اه صحيح، محدش ينسى. بعد ما بقى تتفرجوا على الفيديو الحلو ده وتطلبوا الاوردر بتاعكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سواء اذا كان على اليوتيوب او على الفيسبوك او عندي على الانستجرام. ما تنسوش طبعا ان هو يكون متوفر على التيك توك. سلام.